كيفية تحديد من يمكنهم إضافتك إلى مجموعة دردشة على تطبيق الانستغرام في حسابك؟ أقوم بالرجوع إلى الوراء هكذا. كما تلاحظون أنا في البروفايل الآن، أذهب إلى 3 نقط في الأعلى، ثم بعد ذلك إلى الإعدادات، ثم بعد ذلك أذهب إلى الخصوصية، وبعد ذلك أقوم بالضغط على الرسائل هنا، ثم أضغط على من يمكنهم إضافتك إلى المجموعات، وهنا أختار إما الأشخاص الذين أتابعهم على انستغرام فقط، أو كل من على انستغرام. أنا أريد مثلا كل من على انستغرام يمكنه أن يدخل المجموعات دردشة، وأفعلها هنا، وتتم العملية بنجاح.